ناهد، كنت بتعمل ايه قبل ما تعملي السجاد اليدوي ده او السجاد اللي من الجلد اليدوي؟ عشان واضح ان كلكم عندكم قصص ما قبل، يعني قبل ما تبداوا الحاجات دي. احكي لي. انا كنت قبل ما اعمل الشغل دوت، اول ما اتخرجت، انا متخرجه اساسا بكالوريوس تجاره مش فنون خالص ولا ديزاين، مع اني انا اللي بعمل الحاجات دي مش جايبه حد ديزاين. كنت شغاله موظفه عاديه. اترقيت في شغل، اترقيت مديره تنفيذيه لمصنع كبير في مصر. حلو. كان مجاله بلاستيك. أوكي. بعيد خالص عن الجلود يعني. آه. وبعدين الثوره قامت والدنيا اقتصاديا يعني المصانع الكبيره دي بدات تتاثر وقفلت. آه. فقعدت من الشغل وكنت زهقت بقى، كنت بقى لي 10 سنين بشتغل يعني موظفه، فقلت لا انا هقعد وحملت في ابني وقلت لا انا خلاص هقعد في البيت. طبعا اللي بيشتغل ومتعود على الشغل ما طبعا بيقدرش يقعد. هي سنه واحده ولقيت نفسي عماله افرك، لا عايزه اعمل حاجه. قلت انا مش هشتغل بقى ايه شغل موظفين تاني ولا عند حد، انا هعمل مشروع لنفسي. واخترت كله، قال ان هي هتعمل مصنع بلاستيك يعني، على اساس ان هي كانت فاهمه كويس قوي في المجال ده. انا والدي الله يرحمه من المدابغ وبتاع جلود، والعيله كلها تجار في الجلد ومدبغيه، فقلت لا انا هشتغل على الشغل بتاع العيله عندي وبالذات الجلد الطبيعي. ليه؟ أوه. لان انا بابا يعني عز عليا قوي اسمه يعني، الله يرحمه، الله يرحمه. فقلت لا، وهسمي الشركه باسمه كمان، لان انا نفسي ان بابا اسمه يبقى على المنتج المصري. ها. كتصنيع مش كتجاره او دباغ. وكان عندي احساس ان البلد اللي انا بدات بايام الثوره وحظر التجوال في 2011 مشروعي، الدنيا كلها كانت مضلمه وانا بنزل في الضلمه وفي حظر التجوال اجيب جلد واعمل عينات واسلي نفسي في الوقت دوت. يعني تنزلي في حظر التجوال تروحي على المدابغ؟ اه. المدابغ بتاعتنا بتاعت زمان. انا عندي احنا عندنا مدبغه بس اخواتي الولاد اللي قاعدين فيها، الرجاله. آه. اللي قاعدين فيها. ماشي. انا قلت لهم انا هنزل هجيب الجلد، حتى هم في الاخر قالوا لي اقعدي، الجلد اللي انت عايزاه احنا هنجيبه، نبعته لك على البيت. بالظبط. آه. لا بس انا كنت بعمل العينات ديت وانزل بيها في شركات كبيره في مصر اعمل تيست للمنتج قبل ما انزله السوق. اوكي. فعملت تيست، عملت حوالي 16 سجاجيد كده تمام، وعملت الديزاين كله من دماغي وعملته مختلف. هو الشغل ده ما كانش موجود في مصر خالص، كان موجود في الهند، وكان الشركه الكبيره ديت بتستورده من الهند 3 4 قطع على انه ده جلد طبيعي، فكانت بتبيع السجاده بالوفات رهيبه. طب وانا استورده من الهند ليه؟ ما انا عندي. ما هو انا ما كنتش لسه ظهرت، انا ما كنتش لسه ظهرت حضرتك، خلاص بطلوا يستوردوه. هو انت اول حد يعمل كده ده بجد؟ ايه؟ اول حد في مصر يعمل كده؟ كان بيتعمل بشكل ايه؟ شعبي وبدائي قوي، مثلثات وقليل جدا، ما كانش انتشر. يعني كان موجود فعلا في شرم الشيخ بس ما كانش انتشر، بس اول ما احنا بدانا في الموضوع ده بدا. آه. ينتشر. كويس قوي. يعني انا يعني انا اول ما بدات كان بقول حضرتك في 2011. وبدانا كاول يعني اول شهر اشتغلنا فيه صدرنا روسيا على طول، جالنا اوردر روسيا وصدرنا روسيا. ما شاء الله. ما كناش لسه عندنا خامات، بس بدانا نشتغل اونلاين، عملنا صفحه على الفيسبوك وبدا يجي لنا اوردر لايه؟ لروسيا. فبداتي كمان تصدير. يعني هو التصدير مش ديلي بقى، مش مستمر. انا مش عايزك تاخدي راحتك في الكلام قوي عشان الضرايب سامعانا. لا لا، هو ما انا لسه بقول حاجه. لا لا انا صريحه، ما انا اوريدي مسددين. اهم حاجه احنا مفتوح لنا ملف ضريبي لسه. لا هو التصدير بيجي ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي مش مصدرين مع شركات مباشر. أوكي. بيجي مثلا زي وسيط ياخد الشغل وبيبقى هو ليه العميل هناك في البلد ديت وبيبتدي هو يورد له. اه. يعني زي احنا انا بعتبره مش تصدير مباشر، بعتبره شغل جمله. لانه لسه في ميدل مان في النص. اه بالظبط.